والله احنا فرحانين به، كما انا كما الشعب الجزائري كامل، والحمد لله يا ربي تبقى في بلادنا الهدنة. هو ملي جاء طلع علينا بالخير. جات انتخابات مليحة نزيهة في ثلاثة، كان تنافس. يعني انا راني فرحان بهذا النتيجة هذه. ما نخفاكمش مرينا عامين كورونا، هو مرينا عامين كورونا، وكانت وهكذا كل البلاد ما طاحتش، كانت يعني البلاد ما طاحتش البلاد، يعني كان عندنا رئيس واقف على البلاد. تمنى له كل التوفيق، وان شاء الله بلدنا تولي وردة. وتحية للجيش وتحية للجزائر وشكرا.